رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن. عليه وسلم وحو يروح جرت سدح أرن أو دتك هلاكت ثلاث مهلكة وحاك لو جرت ثلاث منجيات سدح دتك بدبادس ثلاث كفارات سدح شيء أو دم بالغلاف إيه ثلاث درجات إيه سدح شيء أو درجة كرك وقاضي سجنة مركا قرت كرك وقينيس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هنا لجوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبي صلى الله عليه وسلم وحاك سكنا ذي حديث صحيح حديث كاس نبي صلى الله عليه وسلم وحوك لي ثلاث مهلكات سدح دتكي هلاقان وثلاث منجيات سدحن دتكي بدباديان سدح أرن وثلاث كفارات سدح أرن دنبي قالوا قلقا وثلاث درجات سدح أرن جنة ذي درجة كرك وقاضي ساي هدبا لبئي طبان كاس أرن والنبي صلى الله عليه وسلم إنو شيء محي عاو حان قادنين قيب تكوبات أو إهد ثلاث مهلكات ورددوا سدح ذان أرن ذات كي هلاقاني إسكا إلالية نبي صلى الله عليه وسلم مكوك شيكينا سدح ذو حلاك توحوي شح مطاع بخيل نمو حد كبحه قفك بخيل وحاوى إلى حد النخاع بخيل وقعنت إن لقوي ما وحكا سوبحين ووحيالها آت أحواي إلى وحير الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل وأرنا دحن نبي صلى الله عليه وسلم وكما ينقل جر حجر اللهم إني أعوذ بك من البخل أيده جري الله سبحانه وتعالى نوحون شيء آية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون قفكي لقبت بادي شحيح ماذا لقبت بادي ويلي بانين دتكي لقبت بادي تنلباضو دتك هلاك توحيته وهو متبع قفك إني وح الله لوحي نفتي سأمرته إنو سمييو وحو إلهي أمريني أوسن سمينين أرنتاسن آذي أحنتهي إلهي سبحانه وتعالى مركو دتك ونفتو ضراعو مركو كشيكيني وحير ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه مركو دتك وناكسن كشيكيني وحير فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى نفط وحو أديري هوذا وحي ربط أي أديري نفط ما ربط إنا تكتد نفط ما ربط إنا صدق بحسد نفط ما ربط إنا قرابة حليل سد وح الله لوحي حنك أمرس إذا نفط هذا وحي ربط حن لدقالا إيه الراعي وحي نفط هذا كو أمرته هدار راعي وحي كمتا وحي الله دتك هلاقي إسك إلال تنسد حاضو دتك هلاك توحاو إعجاب المرء بنفسه قفك إنو إسلس حسناظو وح الله لو وحو أسيق الشيغة إنو إسلس حسنيه وروحان إلهك سي ماي 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 أنا أكين وحان هذا الكي دونك كسعودة أنا سانا إنو قفك إس عجبيو رأيي يسا لس حسن هذا رأيي ذا لن إي قلدنيهين قارون وحيالو إلهكو هلاقي مركي لي إلهك سي روحو قال إنما أوتيته على أنا قاشق يستوير وحا شيء يسا وحبك مجرد يعني معنى هذا وحا واي نفتيسا أيو هوذي ذا الراعي وحي كانت مركو هوذي ذا الراعين إنو رأيي جيسا أو جعلا ذي كانت قفك مركو فكرة ديسا أو كوقنع وحا كما يددك بدعا ذا سمايو كلا بدعا ذا محيو ودعا رأيي قو ذي كوقنع سيهين إعجاب المرء بنفسه هواي هذا بإسك إلالي أننا نفت هذا رأيي جاك بس أو كلا في عناظو ورأيي ذاتك دان إلوح من معذان إسك إلالي وحي كميتا وحيالها ذاتك أو دم بيتي ولا ليال سدح ذان أرن أو دتك هلاكتو عن إسك إلالينو كو وحاوى شح مطع بخيل لماذا إسك إلالي لابو هوا متبع إنا نفت هذا هوا ذي ذوحو إلهي كو أمري إيوحي نفت هذا جعشاي إنا تهذا جعشا ذي توتي إلهي كو أمريني صلاة سو وقتك صوكع اللويرة نفتنا وحي كل هذا صيحو صوكع إيتكو نفتها الراعين تنسدحات إنا رأيي قاقو مركز تقول قرحانا دتك وحوذرن إيو كل قلدان هذان سدح ذا أرن إسك إلالي بري وحن قاضن دونا سدح ذا أرن وكبت بادني صلى الله عليه وسلم وحوير ثلاث مهلكات سدح دتكي هلاك وثلاث منجيات سدح ندتكي بدبادسا وثلاث كفارات سدح أرن دنبقا لغنا ثلاث درجات سدح نوا درجو دتكي
كر أقاديس جنة مركي لجارة عرك مال فوي وجينيس. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لجوكتن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن كل حجرنا حديث كي نبي صلى الله عليه وسلم حديث كعبد الله بن عمر وصيحة الغيب والترهيب كجري نبي صلى الله عليه وسلم كشيء لا بقي طبعا أرن سدح دتك هلاكته سدح دتك بدباديسو سدح لجود بدافعه يسدح أرنو هداسة ميس الدرجات كرلوكو قاضي حالي وحن كسو شيكيني سدح أرن أودتك هلاكته والعياذ بالله عاو وحن كشيكينينا سدح داس أبسيط كوضا سدح دتك بدباديسو حالي سدح دان شيكي ويكو هلاقي سهداسة ميسيد لكن سدح دان عاو شيكني وحالو باهاية إنا كد داشد صببت إيته ويكو بدباديسا هذا وسدح ذان أرن والنبي صلى الله عليه وسلم إنوش يجي محيه تنكوبات العدل في الرضا والغضب إنا عادل أهاتد مركات حناك سنتهد إي مركات عادي تهيبو سببت أيته الله سبحانه وتعالى عرك إي للك وحو أبوري حق الله سبحانه وتعالى كتاب كيس وحو أسود دجي ميزانك أسود دجي عدالة إن لا سميه الله سبحانه وتعالى وحيري يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيضا الله سبحانه وتعالى وحيري وشي عادل نقضى دتك لا دق ميسان اما قال اما مسلم هالنقضان اما عدو اما صاحب هالنقضان نبينا صلى الله عليه وسلم الهي وحو ويدي سنجري انه عادل اهذا مركو حناك سنيه اي مركا كلا وحو ديجري واسالك كلمه الحق في الرضا والغضب اله وحنكو ويدي حق خنت ان اوافجست هدان حناك سنه ايو هدان حناك سنين بو عداله دولاليال وادون كان وحو كدسنيه واي إلهي سبحانه وتعالى حديث قدسي وحونوش وحور يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أنه إلهي أود له نفتي ذواك حاران تمي ظلمي إذي كان هايس ظلمينينا إذن وحلو باهي قفك إنه عادل أحاضو قفنها الظلمين حدا فرح سنتهد إيو هدا حناك سنتهد بو حدا ساسا ميسد وبدباديسا تنلباضو دتك بدباديسا وحيتها القصد في الفقر والغنى قفك إنو رح حيستو مركو فقير يهي إي مركو غني يهي بو مركا فقير تهدن صدقيسو أو بخيل هنقونين مركا غني تهدن صدقيسو حولها نها إسكوذ القبن أو حلمر بحل ومدهن الله سبحانه وتعالى وحو آياتك يري ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قعنت هذا بخيلها كدين وهكود جنين ولا تبسطها كل البسط هانا وذفرن إلهي سبحانه وتعالى ذاتك وناكس مكو كشيكين وحوير والذين إذا أنفقوا عباد الرحمن مكو كشيكين وحوير ذاتك وحاكمد إذا أنفقوا مركي بحيان لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ساسو قال أيها لك أقباها هنقون بخيل الدونك وحوح بخيل نبي صلى الله عليه وسلم وكما قنقلي جري مال والبو اللهم إني أعوذ بك من البخل أيوده جري نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال وحونا وشي وحويري قد أفلح من أسلم حديث صحيح مسلم كجرو وحاليباني قفكي إسلامي دينتي إسلامك قاطي نفتي سأولي بدينتي صح ذا ورزق كفافا إلهي نسيي وحكفاف وكفرا وقنعه الله بما آتا انتو سييني إلهي الحمد لله أكو قنعي إذن وحالو باهاي هاي القصد مروى البرح لحادنا أهاتي أيا لغا باهاي بخيل أو إن قعنت لقوي أن وحسو بحنين وكلها النقونين حولهان هبهذرين وهدادين وهضيعين تنسد حاضو أقودن بيسودتك بدبادي سوحيته خشية الله في السر والعلن إنا إلهي كبق ذيت مركا كاليغاتهاي إيو مركا دتك هرجوكتيد نبي صلى الله عليه وسلم وحو حديث أسوأ أصحاب تيسا ودردار ما وحو اتق الله حيث ما كنت الله كبق
meel walba oo aad joogtid, markaad dadka hortaagan tahay iyo markaa kaliga tahaybo, ilaahay subxaanahu watacaala ka baq. ilaahay daa ka baqdid sir iyo calana waxay ka mid tahay iimaanka meesha ugu sarreeyo ayay ka mid tahay. nebiga sal alla lay slam markii la weydiiyey ixsaan muxuu yidhi an tacbud allah kaanaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak. dadka aakharo markii la gaaro oo qoraxda meeshan la soo istaajiyo carshiga ilaahay harsanaya waxaa ka mid ah qof ilaahay xasuustay isigoo keligiis ah oo ilin ka timid. haddaba saddexdan arrin ku dadaal. ugu dambeyntii walaalayaal, waxaan rabnaa inaan isbarbardhigno saddexda dadka halaagta. maxay ahayd? shuxun mutaac, bakhiilnimo oo xadgudub ah. opositkeeda waxaan nahay, waxa dadka badbaadiya waxaa waaye alqasd, inaad dhexdhexaysatid, aadan bakhiil noqon xoolo aad bixisid. tan labaad waxay ahayd itibaac ilhawaa, qofka inuu wuxuu naftiisa jecel yahay inuu sameeyo, taasna waxaa kaa badbaadinayso khashyatullah, inaa ilaahay ka baqdid, ogaatid addoon xunuu candhuuf laga abuuray inaa tahay. tan saddexaadna waxay tahay ixjaabu lmar'i binafsi, qofka naftiisa inuu uu yidhaah ku kalsoonaado, uu yidhaah aniga maahan qof kalama jiro, taas waxaa kaa badbaadinayso kelimat ilxaq, inaad tiraahid oo runta aada sheegtid, ama adiga u faamilkaaga ha ahaato, ama adiga naftaada ahaato, ama cadow ahaato, kelmada xaqa markasto inaad sheegtid. ugu dambeyntii walaalayaal, waxaan rabaa inaan idiinla wadaago duco nebiga sallallahu calayhi wasalam uu ku ducaysan jiray oo ku saabsan saddexdan ah. nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu ku ducaysan jiray ducadan: allaahumma innii as'aluka khashyataka fi sirri waalcalaaniya. ilaahow, waxaan ku weydiistay inaan mar kasta kaa boqo markaan keligii ahay iyo markaan dadka horjoogabo. wa as'aluka kalimat alxaq fi lghadabi waalrida. ilaahow, waxaan kaloo ku weydiistay mar kasta inaan xaqa sheego oo aan runta sheego markaan caraysanahay iyo markaan caadi ahaybo. wa as'aluka alqasda fi lfaqri waalghina. ilaahow, waxaan kaloo ku weydiistay inaan dhexdhexaysto markaan faqiir ahay oo aan wax haysanin iyo markaan wax haystabo. waa duco nebiga sallallahu calayhi wasalam ku ducayso saddexdaas arrin inuu ilaahay ku waafajiyo. waa saddex arrin oo lagu badbaado. jazaakum allah khayr, baaraka allah fiikum. walaalihiina kale usii gudbiya, waa inuu habeen dambe insha allah tacaala. waxaan rabaa inaan kula wadaaga saddex arrin oo aada u fudud oo haddaa samaysid dembigaaga lagugu dhaafo. nebiga sallallahu calayhi wasalam wuxuu yidhi thalaathun muhlikaat, saddex dadkay halaagaan. wa thalaathun munjiyaat, saddexna dadkay badbaadisaa. wa thalaathun kafaaraat, saddex arna dembigaa lagu dhaafo. wa thalaathun darajaat, saddexna waa darajo oo dadkay kor u qaadaysaa jannada markii la gaara cirka meel fogi ku geynaysa. alxamdu lilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah walan joogtaan. assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu. waxaan ku dhex jirnay xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam cabdullaahi ibn cumar wariyey oo saxiix targhiib wa tarhiib ku jiray. nebiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu xadiidkaas inoogu sheegay 12 arrin. wuxuu yidhi saddex dadkay halaagtaa waa ka soo sheekeynay, saddexne waa lagu badbaadaa shalan ka soo sheekeynay, saddexne dembigaa lagu dhaafaa maantaan ka sheekeynayna, saddexne haddaa samaysid daraja kor laguu qaada berriyan ka sheekeynayna. haddaba saddexda arrin oo lagugu dembi dhaafay kafaaraadka ah maxay yihiin? tan koobaad waxaa waa intidaaru salaa bacda salaa, salaad salaad inaa ku sugtid. taas macnaheeda waxaa waaye marka horeba inaa masaajid ka timaadid, waxaa meeshan ku baxay dadka guryaha ku tukado. saan ognahay ninka muslimka ah waxaa waajib ku ah salaada oo jamaacada inuu masaajid kusoo tukado, subax, duhur, casir, maqrib, cishi, inuu masaajid kusoo tukadaa laga baahan yahay. waajib waa, iyadoo waajib tahay ajir ku helaysaa. idan rasuul sal alay slam wuxuu rabaa inuu nagu booriyo salaad markaad tukatid salaad kale kusu. hadda example aan ku siinay, maqrib markaad tukatid, maqribka cisha maxaa u dhexeeya? hal saac, hal saac iyo bar. banaankaa bixaysaa, shaaha soo qabsanaysa, ama masaajid hortiisa sheeka la istaagaysa, intaa saasa may lahayd. masaajid iska dhex fadhiiso, maqrib markaad tukatid, cisha kusug. maxaa kaloo helaysa mataqaana? malaa'igaa kuu ducoynayso, ilaahu ninkan u dambi dhaafa ilaada. maxaa kaloo helays? rasuulku wuxuu noo sheegay qofka hadduu salaad tukado oo salaad kale sugayo wuxuu la ajir yahay, la mid yahay qof salaad ku jiro. haddaba ku dadaal arrintaas haddaad rabtid in laguu dambi dhaafo. tan labaad, isbaaqu lwuduu cala sabaraat ama cala almakaarih.
qofka weesada inuu si fiican u sugo markuu qaboobaha jiro. Weesadoo la sugo ajir badanaa lagu helaa. Nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay, qofkii weysaysto oo si fiican u weysaysto kadibna aqriyo ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu anna muxammadan cabduhu wa rasuulu, 8 albaab oo janno ayaa loo fura aakhar markuu tago allah. Taas macnaheeda waxay tahay weysada waxay ka mid tahay waxyaalaha jannada lagu galo. Bal nebiga sallallahu calayhi wasallam xadiid saxiix wuxuu noogu sheegay, laa yuxaafidu calaa wuduu ilaa muumin, qof weyse ilaaliya haddaa aragtid macnaheeda waa mu'min. Shahaadu nebiga sallallahu calayhi wasallam ka haystaa qofka muslimka markasta waxaa loo baahan yahay inuu weyse ku taagnaado, salaada meel walba kuwa qabi karto. Weysadana dembigaa lagu dhaafaa, fadaa'il aada u tiro badanay leedahay. Haddaba haddaa rabtid in laguu dembi dhaafo, weysada si fiican u sug. Tan saddexaad oo dembiga lagu dhaafo waxay tahay naqlu laqdaam ila aljamaacaat ama ila aljumucaat, qofka inuu masaajidka meesha jamaacada lagu tukado uu usoo socdo ama yimaado. Qofka markuu masaajidka imaanayo tilaabo kasta uu qaado, nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay lugna inaa ajir loogu qoraayo, tilaabada kale lugta kale ku qaadayane inaa dembi laaga daadinayo. allahu akbar. Bal nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, qofkii usoo kallaho salaa masaajidka subax iyo galab markastuu usoo kallaha ama markastuu galab timaado guri ayaa jannada loogu dhisaa. Idan waxaa loo baahan yahay qofka muslimka inuu masaajidka lugtiisa kusoo badiyo, haddaa rabtid in laguu dembi dhaafo masaajidka imaaw, usoo lugee, gaari usoo raac, tareen usoo raac, waxaa rabtuma, laakiin masaajidka inaa timaadid ayaa loo baahan yahay. Nebiga sallallahu calayhi wasallamna xadiidkii 7 la harinaya aakharana wuxuu noo sheegay waxaa ka mid ah, qof qalbigiisa mucallaqun bilmasaajid, masaajidka uu ku xiran uu aada u jecel yahay, haddaba ku dadaal arrinta. Ugu dambeyntii walaalayaal, saddexda arrin aan ka sheekeyno oo dembiga lagu dhaafo haddaad dareenteen salaad unbay ku wareegeyso, si fiican usoo weysayso, masaajidka usoo lugay, salaad ku sug. Bal nebiga sallallahu calayhi wasallam xadiis saxiix muslim ku jira wuxuu ku yiri, alaa ukhbirukum, war ma idiin sheega wuxuu allah dembiga ku dhaafo. Markaasay dhaheen haa, wuxuu yiri, isbaaqul wuduu, weysadoo si fiican loo sugo, masaajidkoo la yimaado, salaadoo salaad lagu sugo. Fiiri xadiis gooniyo kusoo aroortaa saxiix muslim ku jira, soo umadiidii. Haddaba walaalayaal, wallaahi ilaah dartiisa idiin jeclahay, dembi maalin walba dembiyaan galnaa. Saddexdan arrin aan ku dadaalno, si fiican aan u weysaysano xataa hadduu qabow jiro, masaajidka aan nimaadno, salaadahana salaada kale aan ku sugno, hal salaadba allaha ka dhige. Maanta waxaan rabaa inaan kula wadaago saddex arrin oo aada u qiimo badan, haddaa samaysid darajadaada kor laguu qaadaa. Nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yiri, thalaathun muhlikaat, saddex dadkay halaag, wa thalaathun munjiyaat, saddexna dadkay badbaadisaa, wa thalaathun kafaaraat, saddex arrina dembiga lagu dhaafo, wa thalaathun darajaat, saddexna waa darajo oo dadkay kor u qaadaysa jannada markii la gaara cirka meel fogi ku geynaysa. Alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah wala joogtan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Waxaan soo gaarnay qeybtii u dambeysay oo xadiidkii cabdullaahi ibnu cumar oo saxiix targhiib oo tarhiib ku jiray uu nebiga sallallaahu calayhi wasallam 12 arrin ku sheegay. Wuxuu yidhi, saddex dadkay halaagtaa waa ka soo sheekeyni, saddexne waa lagu badbaadaa waa ka soo sheekeyni, saddex arrinne dembigaa lagu dhaafaa shalyaan ka soo sheekeyni. Maanta waxaan ka sheekeyneynaa saddex arrin oo haddaa samaysid darajadaada kor lagugu qaadaa. Qof walba markuu imtixaan ku baasuxuu darajo weyn inuu helo jannada ma rabta meesha ugu sarreyso inaad gashid, hadday haa tahay saddexdan arrin ku dadaal. Tan koobaad oo dadka badbaadisa nebiga sallallahu calayhi wasallam inuu sheegay waxaa waa, itcaamu ataacaam, dadka masaakiinta
إن لقود ذاتك مساكين تي إن لقودي إلهي سبحانه وتعالى آية ذا آدو تربضن أيو نقبوري نبينا صلى الله عليه وسلم أحاديث آدو تربضن وكشي إلهي مركو كشي كينا ذاتك ونواناكسا أبرارت مركو كشي كينا وحور ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا فيري يطعمون الطعام أنت ذي بحنين نبينا صلى الله عليه وسلم حديثك لو حو كشيكي مركي لو يدي جنة يا قلا وحو يري جنة دارة إنا قشان سلام تفافية انتظر مساكين تقوضية انتظر لبحي وأعماش إلهي سبحانه وتعالى وآد وجعليه ما أكته انتظر ير آد بحنيسد هدا النية وناكسا كب بحسد إنو إلهي كوينينا لقمة آد بحسد وحا لغيبا آخر بورت أحوذو كله إنه يكون نقطة حتى بها دارتد جنة آخر إنو إلهي درجة في عن كوكي ذاتك مساكين تقوضي او هب بخيل بخيل نما وح وناكس الماء كما ساكين تولا قودنا نار تلاقى بدبادا نبي صلى الله عليه وسلم وحور اتقوا النار ولو بشقة ورنار تكبقوا اسك إلالية هافتمر با الله كديه جنة نوالقو قلا ايه كد ذال تنلب هذا الدرجة هذا كرو قادي سوحيتا افشاء السلام سلانتا انا فافشت او قف والبو اما اقون اما اذن اقوني هات سلام تتقوت راهد السلام عليكم ورحمة الله مركه روالا الوحى قويتا سلام توا اسم من أسماء الله مقع إلهي كمدوا السلام من أسماء الله سيدا درتي تقفك مسلمك وحى لو باهية ولا الكيسة مركز تقينو يرى السلام عليكم صببت من حياتها متقانا وكو جعلانا قفك مركز سلامت النبي قاينو شيء وحيري والله جنة مقليسا إلى آتهم ميسان ومؤمنين نقطان من رمينيسان إلى إنا إزجعلاتان ورم إذين شيئا واحد داسا ميسان اسكو جعلاتان مركاسي هادين وحور أفشو السلام بينكم سلانتا فافية آخر الزمان كعلامات اللو قرنا وحا كمدة إنو قفك ويقانا بس سلامو وانا وحلق في عيهي سلانتا وحا ليراها الكنز الكبير والأجر العظيم الواكيد وين يأجر بضن هذا بس سلانتا فافي قف والبوالالك أو مسلم أركتك سلام أجر أياكو إليسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داترة صدا أجر إليسا يكون دهر إنسى الدحاذ درجة ذكر لقوقاضة وحيتا قيام الليل والصلاة بالليل والناس نيام هبينك إنا تكتد مركي دتك جيفان سدح ركعبه الله أكبر ولا صلاة هبينك لتكنا وصلاة أو غفض لك بدا نبي صلى الله عليه وسلم مركي لو يدي صلاة فردك وكد هدي لغرهيبه صلاة أو غفض لك بدا وصلاة هبينك لتكدو طلبات صلاة الليل ودأب الصالحين دتك وناكسن أي لوي قانا تنسى الدحات صلاة الليل مهداتك الدعاء ذا والقى أقبلا حتى بعد أنت سربت صلاة الليل كد ذال عافي مادنا والقى هلا درجة ذا دارتنا كل وقاضو هل ركع بالله كدقي هبين والبو تكو الله كحفظيه أقول دنبينتي ولا لسدح ذان أخرين أن كد ذالنا إلهي سبحانه وتعالى دنبيقي نحرافو الله سبحانه وتعالى جنة ذا هنوغو كلمية ولا لهناك لأسوي قدبية حديث كان وأفر حلقه دقيست إلهي ذين حفظيه ولا لهناك لأسوي قدبية جزاكم الله خير بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله نبي صلى الله عليه وسلم وحير ثلاث مهلكات سدح دتكي هلاك وثلاث منجيات سدح ندتكي بدبادسة وثلاث كفارات سدح أرن دنبقى لغنا وثلاث درجات سدح نوا درجوه دتكي كل أقاديس جنة مركي لقارة إرك ميل فوق وجينيس الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لجوكتن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحن كل حجرنا حديث كي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كي عبد الله بن عمر وصيحة الغيب وترهيب كجري النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء قال بقية طبعا أرن سدح دتك هلاكته سدح دتك بدبادسه سدح لجودا بدافايو هي سدح أرنو هداسة ميس الدرجات كورلوك وقاضايا حالي وحان كسو شاكيني سدح أرن أو دتك هلاكتو والعياذ بالله عاو وحان كشاكينينا سدح ذاس أبسيد كوضا سدح دتك بدادسو حالي سدح ذان شاكي ويكو هلاقي سا هداسة ميسيد لكن سدح ذان عاو شاكيني وحالو باهاية إنا كد ذاشد صببت إيته ويكو بدادينيسا هذا سدح ذان أرن والنبي صلى الله عليه وسلم إنو شيء
محيين تنكوبات العدل في الرضا والغضب إنا عادل أهاتد مركات حناك سنتهد إي مركات عادي تهيبو سببت أي تهي الله سبحانه وتعالى عرك إي للك وحو أبوري حق الله سبحانه وتعالى كتاب كيس وحو أسود دجي ميزانك أسود دجي عدالة إن لا سميه الله سبحانه وتعالى وحيري يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون أيضا الله سبحانه وتعالى وحوئنه وشيء عادل نقضى ذاتك لدق ميسان أما قال أما مسلم هالنقضان أما عذو أما صاحب هالنقضان نبينا صلى الله عليه وسلم إلهي وحوي دي سنجري إنو عادل أهذا مركو حناك سنيه إي مركك لوحو دي جري وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب إله وحنكوي دي استحق خنت إنا إوافجيسد هدان حناك سنه إيو هدان حناك سنين بو عدالة دولالي وأدون كان وحوكو دي سنيه وايه إلهي سبحانه وتعالى حديث قدسي وحونوشي وحوري يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي أنه إلهي أود له نفتي إذا وكحاران تمي ظلمي إذا كان هايس ظلمينينا إذن وحلو باهي قفك إنه عادل أحاضو قفنها الظلمين حدا فرح سنتهد إيو حدا حناك سنتهد بو حدا ساسا ميسد وبدباديسا تنلبادو دتك بدباديسا وحيتها القصد في الفقر والغنى قفك إنو تحت حيستو مركو فقير يهي إي مركو غني يهي بو مركا فقير تهدن صدقيسو أو بخيل هنقونين مركا غني تهدن صدقيسو حولها نها إسكوه ذي قبن أو حلمر بحل ومدهن الله سبحانه وتعالى وحو آيات كويري ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك قعنت هذا بخيلها كدين وهكود جنين ولا تبسطها كل البسط هانا وذفرن إلهي سبحانه وتعالى ذاتك وناك سمكو كشيكين وحوير والذين إذا أنفقوا عباد الرحمن مكو كشيكين وحوير ذاتك وحاكمد إذا أنفقوا مركي بحيان لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما ساسو قال أي لقا قباها هنقون بخيل الدونك وحوح بخيل نبي صلى الله عليه وسلم وكما قال يجري مال والبو اللهم إني أعوذ بك من البخل أيوده يجري نبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح قال وحونا وشي وحويري قد أفلح من أسلم حديث عن مسلم كجرو وحاليباني قفكي إسلامي دينتي إسلامك قاتي نفتي سأولي بدينة صح ذا ورزق كفافا إلهي نسيي وحكفاف وكفرا وقنعه الله بما آتا انتو سييني إلهي الحمد لله وكو قنعي إذن وحالو باهاي هاي القصد مروى البرحنا حادنا أهاتي أيا لغا باهاي بخيل أو إنك عانت لقوي أن وحسو بحنين وكلها النقونين حولهان هبهذرين وهدادين وهضيعين تنسدح هذا وقدم بيسودتك بدبادي سوحيته خشية الله في السر والعلن إنا إلهي كبقذت مركا كليات حي إيو مركا دتك هرجوكتد نبي صلى الله عليه وسلم وحو حديث أسو أصحاب تيسا ودر دار ما وحو اتق الله حيثما كنت الله كبق ميل والبقو أجوكتد مركا دتك هرتاغنتهي إيو مركا كليات حي بو إلهي سبحانه وتعالى كبق إلهي دا كبق دا سر إي علن وحي كمتهي إيمانك ماشي أو قصر أي كمتهي النبي صلى الله عليه وسلم مركي لويدي إحسان محوير أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك دتك آخر مركي لقار وقرح ماشي لسو استاجيو عرش إلهي حرسنا وحا كمته قف إلهي حصوص لأسيقو كل جيسه أو إلين كتمت هذا بس دحذان أرين كده ذا أقدم بينتي ولا ليال وحن ربنا ينسب ربنا يسد حدتك هلاكت من حيهات شح مطاع بخيل نمو أو حد قذبه أو بس كذا وحن نح وحدتك بدبادي وحواي القصد إنا لحد حيست آدم بخيل نقن حول أب حيست تنلبات وحيهات اتباع الهوى قفك إنه وحو نفتي سجعليه إنه سميه تاسنا وحكاية بدبادي نيسو
خشية الله إن إلهي كبغد وقاتد أدون حنو عن روف لقى أبوري إنا تاي تنسى دحادنا وحيتي إحجاب المرء بنفس قفك نفتي سئنو ويراه كوكال صونادو ويراه أنيقا ما هين قفك لمجرو تاس وحاكا بدباذي نيسو كلمة الحق إنا تراهد أو رنت أشيكتيد أما أذيغا وفاميل كاغا أهاتو أما أذيغا نفتاد أهاتو أما عذو أهات كلمة حق مركزتو إنا شيكتيد وقدم بينتي ولا ليال وحاربا إنا إذي لو ذاقو دعا نبيغا صلى الله عليه وسلم وكد دعو سنجري وكو صابسان سدح ذان نبيغا صلى الله عليه وسلم وحو كد دعو سنجري دعا ذان اللهم إني أسألك خشيتك في السر والعلانية إله وحان كوي ديستي إنا مركز تكابقو مركان كليجي أهي إي مركان دادك هرجوغبو وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا إله وحان كلو كوي ديستي مركز إنا حق شيغو أو أنرنت شيغو مركان عريسان أهي إي مركان عادي أهي بو وأسألك القصد في الفقر والغنى إله وحان كلو كوي ديستي إنا لحد حيستو مركان فقير أو أن وحي سنين إيه مركان وحي استبو ودعا النبي صلى الله عليه وسلم كد عيسو سدح ذاس أرن إنو إلهي كوا فجيوا سدح أرنو لقوبة باذو جزاكم الله خير بارك الله فيكم ولا لهنك لأسي قدبية وإنو هبين دم بإشاء الله تعالى إيه سدح ذكره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.